استضافت خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في مدينة الحسكة العمل المسرحي مزرعة البهاء، وذلك في إطار فعاليات مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقى. عرض الأول مزرعة البهاء يقدم لمدة 3 أيام، يعني هو عرض يحث على العمل ويحث على التعاون ضمن أسلوب كوميدي غنائي راقص. أما أنشودة الأمل والعمل فهو يقدم أكثر من نموذج، بمعنى أنه الأمل الحقيقي هو في العمل وفي مشاركة الجميع بلا استثناء وعدم الاعتماد على الحالة الفردية. شخصية الديك تتناول الجانب الإيجابي وهو الحظ على العمل المستمر من أجل الإبقاء على هذه المزرعة اللي هم موجودين فيها. أعمال الأطفال اللي عم نقدمها في رسائل موجهة للطفل بشكل خاص بتحث كلياتها على التعاون، على الإصرار، على العمل والنجاح بشكل عام. أنا ماخذ دور الخروف هو دور الكسول المهمل، عم يستغل طيبة أصدقائه ومحبتهم ومعتمد عليهم بشكل دائم، وعم يحاولوا انه يصلحوا يعدلوا يرجعوا على الطريق ويعلموا على العمل والمحبه. نحن اليوم انبسطنا وشفنا المسرحيه، لازم نعمل ونجد. فهمنا من المسرحيه انه المسامح كريم ونضل نسامح غيرنا ونكون يد واحده. المسرحيه كانت جميله وتعلمنا لازم نتعاون مع بعض، ان نتعاون مع الآخرين ودائما نكون بإيد واحد من الحب والتعاون والشجاعة. ويشارك المسرح القومي في المهرجان بعملين مسرحيين مخصصين للأطفال بعنوان مزرعة البهاء وأنشودة الأمل والعمل. ويعتبر مهرجان مسرح الطفل تظاهرة مسرحية سنوية جميلة تعم مختلف مسارح المحافظات السورية وتشكل حالة من التواصل مع الأطفال خلال فترة العطلة الدراسية الانتصافية. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.